كيفكم جماعة؟ بتعرفوا أم سيف؟ أم سيف هي يوتيوبر من سوريا، ألف تحية لأخوانا في سوريا. كان عندها 5.5 مليون وبتنزل فيديوهات وأمورها تمام وكل شيء كويس، بتنزل فيديوهات ببجي، ولا فجأة بيوم من الأيام بوم اعتزال، نزل فيديو اعتزال، فيديو اعتزال مدة 30 ثانية مبين عليها في الفيديو متوترة وبتعمل علامة معينة في إيدها. بتطلع هاي العلامة هي شعار سري يدل على العنف الأسري أو العنف المنزلي أو الخطر بشكل عام اللي هي هيك. طبعا الفيديو أم سيف نزل قبل شهر، حصل حوالي 21.5 مليون مشاهدة. الفيديو كثير انتشر، صار ترند في كل العالم العربي وكثير كان يطلب مني أحكي عنه. تحريات كلمة لو سمحت عن أم سيف، أحكي عن أم سيف، ليش ما سويت فيديو عن أم سيف؟ أعمل فيديو عن أم سيف. أنا كنت حاب أعمل فيديو لأنه لو أني عملت فيديو كان جاب لي مشاهدات كثير. بس شوفوا البنت أول شيء تركت يوتيوب، وهذا كان حقها الكامل تترك اليوتيوب، لأنه أي واحد عنده قناة يوتيوب عنده الحق يترك اليوتيوب في أي لحظة بده إياها. صحيح يكون حلو لو إنها عطت تفسير لمتابعينها، بس يعني بدهاش يصير تعطي تفسير، خلص حر. وتاني إشي لأنها عملت علامة تعنيف، يعني لا سمح الله ممكن تكون البنت في خطر، فأنا ما أطلع أعلق على الموضوع إلا ما أفهمه صح؟ يعني أفهم شو هي بدها، أفهم شو صار معها، بعدين أحكي عنه. هذا فيديو حيكون نوعا ما انتقاد لأنا ظاهرة سيئة أنا شفتها، مش يعني مش تافه زي فيديوهات التانية. ففيديو أم سيف نزل، صار فيديو أم سيف ترند. صار الشخص إذا بعمل فيديو عن أم سيف شو ما كان صار يجيب مشاهدات عالية، وممكن الموضوع يساعد قناتك ويساعد محتواك وكل شيء. فبالتالي صاروا كثير ناس يعملوا فيديوهات عن أم سيف. مشكلتي مع هاي الفيديوهات اللي عملت عن أم سيف قديش كانت سيئة، إشي تافه، يعني إشي كثير بخزي. كمية الغباء اللي شفتها، حطوا في بالكم إنه البنت صارها شهر تارك اليوتيوب ولا هلا ما رجعت. والفكرة إنك هيك دورت حاولت أعرف معلومات عن أم سيف، بس فيش معلومات، ما في فيش طريقة تعرف إيش صار معها أو شو هاد. أغلبهم علقوا عنها خلال يومين من نزول الفيديو تبعها، يمكن تكون فعليا عم تتعرض للعنف وأبصر شو وحكوا هذا الحكي. أم سيف أكبر كذابة في تاريخ اليوتيوب. حط عليها دائرة حمراء، حط عليها سهم في حال ناس لسه ما لاحظوا حركة إيدك. هاي الحركة معناها إنه أنا مخطوفة، أول مرة بشوف واحدة مخطوفة حاطة في الميك اب. مش معناها إنها مخطوفة، هاي شغلة ضايقتني. كل الوطن العربي قاعد يحكي معناها إنها مخطوفة، البنت مخطوفة، البنت في بيتها، كيف هتكون مخطوفة؟ يا الله شو بنحب الأفلام. هاي معناتها عنف، عنف منزلي. بتعرف يعني عنف منزلي؟ يعني ممكن يكون البنت أبوها بس بيصرخ عليها بدون سبب، هذا عنف، هذا عنف منزلي. صار اكتبوا على جوجل بيطلع لكم البنت مخطوفة. أصل الخاطف بعرفش يعني يوتيوب، الخاطف واحد من قريش مسافر عبر الزمن، مش شرط يكون في لازم يمنع عنا افلام الاكشن في الوطن العربي، لانه احنا مخنا هيك شغال اكشن. البنت مخطوفه، مين خطفها؟ المافيا، المافيا خطفوها. يس بعدين قدم الخطف كويس، خلاها تطلع مقابله تلفزيونيه بنفس اليوم. مرحبا بك يا هديل. انا ما بدافع عنها البنت، يمكن تكون جد كله كذب، ممكن صحيح صار شهر ترك يوتيوب بس ممكن. انا ما بدافع، انا ما بعرفها، ما بعرف شو هي، ما بعرف شو تعمل، بس يعني بدك تهاجم عليها تحط تفسير منطقي، حاول احكي في منطق مان. البنت مخطوفه، كيف انت مخطوفه حاطه ميك اب؟ شو هي كاين؟ شوفوا هذا الفيديو بعنوان تهديد أم سيف. أول اتصال مع أم سيف، الزلمة بيدعي إنه حيرن على أم سيف في الفيديو، تلاقي يا ترند يا 2 مليون. فبيقعد يحكي حكي هيك ملوش أي داعي في كل الفيديو، بعدين ببلش يرن على أم سيف. يرن يا أخواني يرن. أوف يرن تليفون وبرن. تم الرفض المكالمة للأسف الشديد، ما ردت. نحاول مرة ثانية من جديد. حاول مرة ثانية يرن. برن مرة ثانية برن. تم الرفض المكالمة. مان يا خلينا نشوف يا رب تجاوب. يا رب تجاوب يا الله. يا ألو. فتحت خط وشدته. What oh my god شو فتحت خط؟ واو. على العموم انا حاولت اتصل بها على مود نشوف. خلاص ما زبطت يا جماعه، خلينا نعمل فيديو نخلي الناس تفكر اني انا رنيت عليهم. وصحيح انه انا كنت عم برن غالبا على صاحبي او شيء مش على ام سيف، بس يعني الواحد بيحتاج مشاهدات. يعني شو بتسوي انت؟ شو بتسوي يعني؟ طلع حالك، انت طلع حالك، هل انت راضي عن اللي بتشوفه؟ بنت الواضح انها في عم بيصير معها مشكله، اعتزلت اليوتيوب وكذا، وانت طالع تحاول تستخدم الفيوز باتفه طريقه ممكن، يعني اقسم بالله بين كل الطرق اللي كان ممكن تعملها هي أسوأ واحد. طبعا قال انه ايش، خلى الناس يحضر كل فيديو، بعدين في اخر فيديو يعمل حاله برن عليها. خلاص ما زبطت. فيا اخوان اتمنى الخير للجميع. انا كمان اتمنى الخير للجميع. انت ليش عملت هذا الفيديو؟ الحلو عندنا في الوطن العربي واحد يعمل فيديو زي هيك عادي، 23000 لايك عادي، اموره بتمر عادي، مش مشي زلمه يعمل هيك ومش مرت عادي. يعني والله لو هيك صار مثل في المحتوى الاجنبي والله لا يفجروه الزلمه، لا خلاص يتفجر منصب على متابعينه ومرت ولا كان صار شيء. اشياء زلخه يا جماعه قاعده بتصير. كثير استفزني موضوع ام سيف. طلع هذا الشاب، رحت على بيت ام سيف، جفاره حكى لي حقيقه خطف ام سيف. مثل ما شفتوا بالعنوان يا جماعه بهذا الفيديو رح اروح بيت ام سيف. طيب ليش رح اروح يا جماعه؟ انا بدي اروح مشان نطمن على ام سيف. طبعا انت كثير مهتم لها، انت مش قادر تتنفس يعني، انت تهتم لها بسرعه البنت.
طمن عليها زين مالكم هو كثير كويس بيطمن عليها نزلت ستوري على حسابي انستغرام وحبايبي حكي عن ام سيف اكثر بس تجاه نهايه الفيديو انا هسه مضايقني الناس اللي حكوا عنها والناس اللي استغلوا الموضوع بطريقه رخيصه يعني لو انت جد عندك إشي تحكيه وعندك إشي تضيفه اهلا وسهلا واعمل فيديو انت كويس 100% حقك تعلق بس شغلات زي هيك رحت على بيت ام سيف وفعليا احضروا الفيديو يا جماعه قمه في السخافه الفيديو مش طبيعي سيف تقدر تشوف انه هذا هو بيته مين انت لازم ام سيف تشكي عليك طلع يا جماعه قاعد بصور بيتها للبنت المهم يا جماعه دخلنا على البنايه فكان مثل ما لكم شايفين في اكثر من فيلا عيب عيب يا جماعه البنت عندها خصوصيه والله لو انها شو مع والله شو ما عملت ما بصير تيجي على بيتها ما بصير المهم الزلمه بضل يستنى وقصص مش امبوسيبل الزلمه بشو عشان بده يطمن طمن مهم كثير نطمن لازم نطمن لا مش عشان الفيوز لا انا عشان قلبي قلت له لجيفارا ممكن اصور مقابله بسيطه واسالكم عن صحتكم وشلونكم فلقى جيفارا اللي هو اتوقع صديقها لام سيف او شيء ما بعرف وساله بده يعمل معاه مقابله بسيطه مقابله بسيطه شوفوا المقابله البسيطه قديش خرافيه وبقاف بخير ان شاء الله والله ما في شيء من تحت اسئله خرافات تطلع على اليوتيوب ما بتطلع ابدا مستحيل خلصت المقابله كيف بخير الامور والله لا البنت اعتزلت يوتيوب خلاص ما بتطلع ابدا والله اعتزلت اعتزلت عشان هيك عملت فيديو اعتزال يا زلمة والله ما في شيء من تحت اسئله خرافات تطلع على اليوتيوب بس هيك فعليا يعني المقابله مدتها 5 ثواني يعني هو جسس على بيتها دخل بس شو فعليا اتوقع ارتكب 5 جرائم بهالفيديو لحاله عشان يسالوا انت يعني البنت جد اعتزلت ولا مزح ها جد اوكي طبعا الشاب ايش في المونتاج يعني ضل يعيد الكلام تبع الزلمه وحط عليه سلو موشن ما بطلع ابدا ما بتطلع ابدا بطئها اكثر عشان في ممكن تفاصيل احنا مش شايفينها بدنا نشوف حركات رموش الزلمه يمكن يكون في شيء ايش هاد ايش هاد هذا الفيديو نزل عليه 23000 لايك كيف شو هاد يا حبيبي والله ما بصير الكلام والله عيب والله عيب يا جماعه والله لو انه شو ما صار ما بصير تروح على بيت الشخص وانت ما بدك تطمن عليه انت بدك مشاهدات يا زلمه ما المشكله الناس بيصدقوا والله لازم المشاهد العربي شوي يعني يصحصح لهي الشغلات وفاه ام سيف جيفارا العلي يكشف حقيقه خطف ام سيف وات طبعا ام سيف عايشه شوفوا بس هو كاتب وفاه ام سيف في الفيديو مع انها عايشه وهذا شيء مش لازم تعمله هسه انا استغربت من الفيديو لما شفت العنوان قلت اني مالك يا زلمه حد الله بس بعدين دخلت قناته وشفت اشياء حلوه خطف ام سيف الحقيقه كان وقاعد بيعيط في صوت العرض خطف ام سيف ابوها الخطف الحقيقي ورد ابن سوري وفاه ام سيف خطف ام سيف خطف ام سيف بيت ام سيف خلاص يا زلمه خلاص مفيش غيرها يا زلمه في الحياه خلاص يا زلمه صار عامل 9 فيديوهات عنها يا زلمة مش طبيعي كل صور الأرض قاعد بيعيط بعدين الحلو في الموضوع الزلمة عمل 3 فيديوهات خطف أم سيف بعدين فيديو وفاة أم سيف خلاص المفروض يعني خلاص أم سيف توفت في عالم هذا الزلمة أم سيف الله يرحمها بعدين رجع لخطف أم سيف رجعت عاشت طبعا الواحد بصير يفكر يا شخص إيهاد قاعد بحلب أم السالفة كثير غالبا على فيديوهاته كثير ديسلايكات صح لا الفيديوهات كويسة أمورها تمام كيف يا أخي والله بصير والله عيب يا أخي أنا تعبت من الوقفة والله حقعد يا جماعة صح انا عندي طالب تنزل تطلع بدكم تشوفوا السيت اب تبعي على فيديو 3 مليون اوكي ترموا الناس اللي عم تتابعكم شو هالمسخره هاي طبعا هذا هو رد ابن سوريا على موضوع ام سيف الف تحيه لابن سوريا كل احترام لك بس انا ما كنت معك في اللي حكيته انا حكون شوي محترم مع ناس بنتقدهم لانه انا جد بدي اياهم يفهموا انا ليش عم بحكي هيك ترموا الجمهور اللي عنكم ترموا الناس اللي عم تتابعكم شو هالمسخره هاي شو هالمسخرة هاي؟ ليش عم تحكي زي هيك؟ زي رجل آلي؟ شو هالمسخرة هاي؟ أنا متابعيني اليوم بدي أفصله بيني وبينهم بطلع فيديو طويل عريض أنت كثير كويس يا جماعة مين أحسن واحد هون؟ زك في الشاب هاد كثير كويس ما أحسنك أنت كثير كويس أنت كثير بتحترم متابعينك ما شاء الله عنك شاطر شاطر بس البنت هيك عملت هي حرة الفيديو تعتزل الفيديو 30 ثانية حرة قناتها بدها تعتزل شو مخطوفة أنت ليش أنت بدولة ما فيها قانون أنت قاعدة بتركيا جد يعني في تركيا ما في ولا حد بنخطف فيش ولا حد بصير معه ولا إشي فيش ولا مشكلة بتصير في كل البلد البلد فيه قانون ما في ولا مشكلة بتصير عادي إيش في مالكم تركيا دولة فيها قانون فيها بوليس فيها أمن كل الخطف اللي بصير في العالم بصير في بلاد فيها بوليس يعني ما بصير في الصحراء ايش في ما في هيك شيء بالكرة الأرضية شو الدرامات هاي اللي عم تسووها انتو احترموا جمهوركم ولو
انا بزماني انحطيت بموقف اجاني اعلان موجوده فيه هي البنت رفضته. ولشو انك فخم، ولشو انك انسان فخم. واو، بس لحظه، بس انا حاب اسالك شو دخل في شو دخل الموضوع؟ هي البنت لا هي بتلعب، هي فقط بيجي شخص بيكون عم يلعب بتركب صوتها على الفيديو. تمام، البنت محتواها مو كويس وسيء وبخزي، محتواها زباله. طيب بعدين بدها تعتزل يا سيدي. خلاص، احمد مساد زلمه كثير قديم على يوتيوب وله احترامه، الف تحيه لاحمد مساد. اوكي، بس ما كنت معاه لما عمل هذا الفيديو كشف حقيقة أم سيف. يعني إذا في حدا قدامك بده يخطفك أكيد ما رح يتركك تتمكيج. مش شرط يكون خطف يا عملتك. الله، إيش فيه؟ الموضوع صعب يعني، اكتب بس على جوجل معنى الأم الهاند سايد. مش شرط يكون خطف، شرط يكون خطف. وحركات البريكنج باد هاي. انك عاملة هالشغلة من سنتين وحاكية بالعنوان انه اخر فيديو الي. احطلت هذا الفيديو تبعها على البيت، طلع ماله يعني، طلع اشي ثاني على الكامل وملوش دخل. يعني احمد مسد كان ممكن يحضر ويعرف انه جد مش نفس الفكرة. بس اذا كثير انسانيين هاليوتيوبرز هالساعات ببعث لهم اكم من قصة انسانية بحاجة دعم. ذكر يا جماعة، احمد مسد اكثر انسان انساني في العالم يا جماعة، لازم اعطيه اللقب. والله شو كويس، او ماي جاد. بغض النظر عن قديش هذا الانسان كويس، مش عارف، انا بشوف جد ما كان له داعي كل هالكلام. كميه السكتشات اللي عملت، سكتشات تمسخر على الموضوع كثير كثير. حبيت احكي لكم انه انا مخطوف من اخواتي. خاف اكثر. يعني كل هذول اليوتيوبرز اللي تمسخر عليهم، في يوتيوبر تمسخر على بنت، في احتمال كبير تكون معرضه للخطر او في شيء يمكن يكون عم بيصير فيها او شيء غلط. هم حللوا الموضوع حالهم لانها جابت كثير مشاهدات وصارت ترند، فهمتوا؟ يعني لو انه الفيديو تبعها ما ضرب كان ما كان تمام انه يتمسخروا عليها، بس لانه الفيديو تبعها ضرب وجاب كثير مشاهدات فصاروا يشوفوا الموضوع عادي، مع انه هي كبنت نزلت الفيديو كان ممكن يجيب كان ممكن ما يجيب مشاهدات. كثير في ناس اعتزلوا يوتيوب ومجرد ما جابوا 21 مليون مشاهدة. الموضوع مش دائما هيك بصير. وبس بعيد وبكرر كل احترام لكل الأشخاص اللي أجوا هالفيديو. أنا جد أنا دائما بتمسخر على الناس مزح، بس أنا هذا الفيديو عم بحكي جد، عم بحكي أنا إشي مش كويس صار برأيي. هسا شغلة بخصوص أم سيف، كثير في تحليلات وأبصر شو توقعات إيش عم بصير معها وتسريبات وأبصر مين وهبل، مش موضوع. أنا شغلة واحدة بس هي اللي حاب أحكي عنها. البنت صلها شهر مختفية على الكامل وجديد بلشتها تظهر شوي. ظهرت أم سيف مبارح في قناة أختها، وظهرت الأسبوع الماضي في قناة جيفارا، وعم تظهر هون وهون. أنا بس حاب أحكي لأم سيف إذا بتحضر الفيديو، إذا أنت جد بدك ترجع على اليوتيوب قريبا اعملي فيديو تشرحي بالضبط شو صار. يعني ما بدك ترجع خلص هيك وكأنه ما صار شيء. اوكي، بس حاب احكي هالشغله، لازم تعمل فيديو توضحي ايش صار، الموضوع مش لهالدرجه صغير. اوكي، وبس سوري على الفيديو اللي شوي جدي، الموضوع انا حاب احكي عنه لانه مضايقني. صحيح حيصير في جدول فيديوهات، فيديو جمعه سبت واثنين واربع، جمعه سبت اثنين واربع كل اسبوع. اوكي، بشوفكم.